اخر حاجه نتكلم فيها هو الكوميرشال ديفلوبمنت اوف فنتليتر تكنولوجي. الحقيقه الشركات بتاعه الفنتليتورز كتير قوي ان احنا يبقى في عندنا مثلا فنتليتور في مستشفى بموديل معين بمانيفاكتشر معين، نيجي بعد كده ندور على المانيفاكتشر ده نلاقي المانيفاكتشر ده ما بقاش موجود مش معناه ان هو خلاص قفل مثلا، لا غالبا ما بيكونش كده، غالبا بيكون شركه تانية عملت له اكوزيشن وبقى جزء من الشركه التانية دي. فدي الحقيقه حاجه مهمه جدا ان احنا نفكر فيها، ان احنا نبقى عارفين على الاقل الشركات جايه منين ورايحه فين. فالحقيقه الفيجر ده جميل قوي ان هو بيورينا الهيستوري من الثلاثينات لغايه اولموست كام سنه فاتت، اوكي بيورينا الشركات عملت ميرجنج ازاي. يعني ممكن تلاقي مثلا في شركتين عملوا ميرجنج بقى شركه واحده، على الاقل تقدر تعرف الماركه اللي كانت موجوده مثلا في الثمانينات اسمها كذا دلوقتي بقى اسمها ايه، اوكي. فدي حاجه مهمه جدا عشان نبقى احنا عارفين برضو الهيستوري بتاع المكنه بتاعتنا دي ماشي ازاي، ونقدر نعرف على الاقل نقدر نجيب السبير بارت بتاعتنا منين.